تذكر رائعة وأنت رائع. الله يربع قدرك. الله يبيض وجهك والسامع. طول عمرك والسامع يا أبو عبد الله. السر عندك أخوي أبو ظافر. الله يسعد أيامك، والله إن القصص ما من قصص، لكن بنعلم بنلطف الجو قبل. تفضل تفضل قصيدة اللي تبي. الله يسعد أيامك. أنا في قصيدة تطلب مني كثير. مسلم. وأنا والله إني أحياناً أنحرج إني أقولها لأنها كانت وأنا باقي صغير وأنا باقي في أول ثانوي. لكن الناس يحبونها وأنا في ناس كثير يطلبونها مني. القصة طال عمرك أنا أدرس أول ثانوي. في ثالث متوسط ما عندنا كيمياء ولا فيزياء ولا كان عندنا علوم بس. نعم. أول ثانوي تدرس كيمياء، من شبت في الكيمياء هذه ما عرفت لها. وجاء ذاك اليوم قال اختبار. فاكتب له بدل الإجابة قصيدة طال عمرك. يا سلام. في الورقة. أحسنت. ويسرها الله منه والله اني اغطي على الورقه لا يشوف القصيده يقول هذا 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 العرب يكتبون معادلات جنبه وهذا يكتب قصيده. ما رب الاستاذ مطلق. اي أيوة والله انها مطلق. ونعم. الله يذكره بالخير. ونعم الاستاذ ظافر الله يوفقه ويسره. حسنا. فاني اكتب له قصيده قلت صداع راس وضيقه وحبسه انفاس. يا سلام. عند اختبار الكيمياء اسعفوني من قبل لا وسوس واجيب لك وسواس ولا العمى ياخذ بقايا عيوني. متلخبط وفكري مع البال منحاس كني فقير ذابحة تهديوني. يا سلام. ذهب حديد وفضة وباقي نحاس وعناصر وتوزيعها الكتروني. هذه دروس الكيمياء. ذهب حديد وفضة وباقي نحاس وعناصر وتوزيعها الكتروني. انا بدوي اعرف دله ومحماسه شب ضوي للعرب لا لفون. كفو. وامدح قصيدي من صماصيم دراس واعرف موجب العرب لا نصوني. يا سلام. المرجله بالكيمياء كان تنقاس كان اكثر انصار اليهود يسبقون. يا سلام. عندي طلب دالحين يا طيب اساس طلب ولا ظنك تخيب ظنوني. الله يهب لك فلك توسط تكساس انك تنجحني وتجلع حزوني. وافلح مع العالم بطيب ونوماس واغيظ ناس بالكساله هجوني. يا سلام. وصلك جوابي وسط حبر وقرطاس والرد ودي في الشهاده يكون. يا سلام. يا ابو جنى ارجوك كافي وجع راس خذ الورقه قبل يصل جنوني. يا سلام. يا سلام. والله رب ينجحك. والله انه نجح الفصلين كلها اعطاهم الدرجه الكامله 20. الله يبين وجهك. انا من استاذك كان قلت بدون اختبارات ما في. الله يرحم والديك من طيبك. تستاهل الطيب. تفضل يا ابو عمار. طبعا عندي ابيات انا من الناس اللي احب وادي الفنون.